بحس السفرات بالليل احلى. شو يا ابو جاهز تيجي معي؟ وصلت لك السياره. تعرف شو عم بفكر قبل شوي؟ لما كنت بعمري كنت تعمل فلوجات وكان في يوتيوب، كان انا هلا عم بشوف فيديوهات وشو عم بعمل وشو كان يعمل وقتها. جد انا مرات بفكر بالموضوع، يعني كيف اولادي مستقبلا راح يشوفوا الشغلات اللي انا هلا عم بعملها بهالعمر. ايش حلو يعني، غريب بنفس الوقت. يلا مع السلامه. قديش بحب هذا المنظر، او هذا المنظر مش هذا المنظر، هذا انسوه شوي. شوف هدول عم بودعوا بعض. كل ما اجي هذا المطار بتذكر اول مره سافرت فيها لحالي، كنت خايف بشكل مش طبيعي، ما كنتش مبين هذا الاشي. عملت فلوج قديم بعتقد انه انمسح من القناه تبعتي من ايساوي تي في، بس كنت مبين ان انا مش خايف ابدا، انه متعود اسافر وحركات وين اروح اول اشي، لانه بالعاده لما كنت اسافر مع اهلي ابوي كان يدبر كل اشي، فما كنت افكر بالخطوات. بات صوت عالي. سوري رايحين على اوسلو عاصمه النرويج. Bälte lösnes, vi har lyft upp bälteglaffen. مهمتنا حاليا انه نلاقي مكان الاوتيل، المفروض يكون قريب من هالمحطه اللي انا نزلت فيها. بالعاده بنزل عند صاحبي هون باوسلو بس هو مسافر. خليني امشي على الجي بي اس. ازدحام بشكل مش طبيعي اليوم، طبعا مش عارف حتى اتنفس من كثر الناس. اوسلو يا اوسلو، انا بتخيل لو حدا جاي سياحه هون وهيك نزل بده يستكشف البلد، شو راح يكون الانطباع الاول ونازل بهيك بلد؟ فيش فيه حدا. هاي هي غرفتنا، بعتقد هاي اصغر غرفه اخذها لهلا بكل سفراتي. حلوه مكنكني. هلا السفره الجاي يمكن ناخذ غرف لسه اصغر من هيك، فانتوا تخيلوا انا وين راح اسافر. فراشي. طب ممتاز، هيك خلص للتصوير بيرفكتو. هاي مع انها اصغر غرفه على فكره، انا اوتيلي جنب القصر، قصر ملك النرويج. طيب نشوف المنظر. القصر والله القصر مبين، تعرفوا انه القصر مبين؟ اوه شايفين القصر؟ اوه شوفوا المزرعة اللي تحت، والله قصر رائع صراحة. شوف اوكي اعتبروا حالكم ما شفتوا، ايه الحيطة الجميلة دي. ان شاء الله بخلال كم يوم الجايات راح ابدا اول خطواتي مع منظمه الموديلينج. مفكر انه نعمل رده فعل على كي بوب. لما كنت بالاردن كانوا في مجموعه طالعين مسيره لابسين شوي لبس غريب، منهم كان في ناس بتابعوني فاجوا سلموا علي فاستغربت شوي، طريقه لبسهم كانت زي الكوريين تقريبا. سرعة الزلزال اللي صار. تمام جاهزين لحتى نشوف كم من اغنية وكم من فيديو لكي بوب اللي دوخونا فيهم. كي بوب يا كي بوب، من انتم وماذا تريدون؟ انا طبعا صوتي عالي كثير، الجيران شكلهم راح يتضايقوا. سوري يا جيران، سوري. طيب طبعا وانا عم بعمل فيديو هلا في فيديو عم بنشره لبكره واللي هو الفيديو اللي قبل هذا، فبهالاسبوع كثير كثير عم بشتغل وصراحه ما كنت متوقع هيك، يعني مع انه الفيديوهات قصيره بس كثير بشتغل عليها. فشكرا لكل اللي تفاعلوا معي، شكرا لكل حدا حط لايك، اعطاني رايه بالتعليقات، نشر الفيديوهات، ثانك يو، شكرا من القلب انكم بتقدروا هالتعب. طيب التنزيل اليومي ابدا شيء مش سهل، فضايل فيديو واحد وبخلص هالاسبوع. صراحه كانت تجربه حلوه متعبه، تعلمت منها شغلات من غير حكي كثير. نروح على كي بوب نشوف شو قصة الكي بوب هدول، شو مالهم، شو في يا جماعة. لا انا ممكن اوكي كي بوب، كي بوب سونجز روح تعرف لانه مين هم كي بوب، كثير طلعت لي فيديوهات. طيب بي تي دول. واو شو هالمشاهدات اللي عندهم. اوكي هاي مش بس كوريا بتتفرجوا عليهم طبعا. يا خطير. اوكي مبين فيها اكشن الاغاني. صراحة مبينة حلوة. لا فيها اكشن، فيها اكشن. بس مش عارف شباب ولا بنات هذول، ما بلاحظش الفرق بينهم الكوريين صراحة. اوكي اوكي لا صراحة اشي بديت افهم شوي ليش الناس بيحبوهم صراحة. عندهم نفس شغلة الهنود انه هيك في اكشن بالفيديو كليب، طريقة الموسيقى كتير يعني غير مش مثل اللي متعودين عليها. نايس ان شاء الله التفاعل عندهم، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. على فكرة احنا بنقدر نجيب 4 مليون لايك. استنوا علينا شوي، استنوا نجمع كم واحد، نعمل فرقة كمان، نعمل ارب بوب. تمام نروح للاغنية اللي بعدها. صراحة هاي من 10 بعطيها 8، لا كثير يعني حلوة صراحة. نكتب هم هدول نفسهم بي تي اس. فاير اسمها، هل هي فاير؟ خطير خطير. لا بس ليش شعر، الوان شعرهم غريبة كثير. اوكي لا والله اكشن اكشن صراحة.
اوه اه فاير. اوه اوكي، على فكره ستايلات لبسهم هون حلوه، يعني حلو اللبس لابسينه، الوان هيك غريبه، حتى الموسيقى كثير غريبه، يعني انا ما سمعها قبل. بس ليش حرقوا الزلمه؟ ايوه اوكي حلو نايس. انجليزي وناي ووك كي بوب. اوكي صراحة أنا عجبني، بس مستحيل أوصل لدرجة الإعجاب الجنونية اللي بعض الناس واصلينها. أوكي كتير حلو صراحة. Just one day. أوكي نشوف جزء. أوكي حلو نايس، بس أنا الصراحة شايفهم كلهم بيشبهوا بعض يعني. لايك للكي بوب. 3 months from now you will thank yourself. بعد 3 شهور راح تشكر حالك. لو الواحد يفكر فيها جملة كتير إيجابية وكتير حلوة، إنه أنت راح تشكر حالك، فأنت هيك حطيت حالك تحت الأمر الواقع إنك تنجز إشي خلال هالثلاث شهور الجايات علشان بعديها تشكر حالك. تمام خلينا نشوف إذا راح أشكر حالي بعد 3 شهور. لا تمروا يوم من غير ابتسامة. بحبكم كلكم مام فاملي، لاف يو أول مام فاملي، وإن شاء الله بشوفكم الفلوج والفيديو اللي بعده. تبارك مع حالكم، سلام.